قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المجرية تظاهر مئات آلاف الأشخاص في مسيرة مؤيدة للحكومة في شوارع العاصمة بودابست. المتظاهرون شاركوا في المسيرة التي نظمت تحت عنوان مسيرة السلام، ويقول متظاهر: قامت الحكومة بأعمال جيدة عديدة خلال السنوات الأربع الماضية، لذا نحن ندعمها. من جانبها تقول مفادة يورونيوز في بودابست: يتميز آخر أسبوع قبل الانتخابات في المجر بأنشطة ضخمة للأحزاب التعبئة الجماهيرية، حيث نظمت المسيرة تجري الآن فيما يعقد جناح اليسار تجمعه يوم الأحد. ويقول رئيس الوزراء المجري أن حكومته بنت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما لم يستطع أحد فعله منذ عام 89 على حد قوله. أتينا إلى هنا اليوم لنقول لبعضنا ولسكان البلاد وللعالم أجمع أننا نطالب بأربع سنوات إضافية. جناح اليمين في المجر عادة ما يحقق النجاحات في مثل هذه التجمعات الحاشدة، ويريد اليسار أن يسير على ذلك المنوال.